كابتن اصحاب، الموسم الثالث ومباراه مهمه في المجموعه الاولى، وهفكركم بالنتيجه. الوعد 70 نقطه، وسط البلد 20. وسط البلد عندنا تغيير، مصطفى ابراهيم نزل مكان هشام الجمال. ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا استاذ عصام؟ شعورك ايه؟ مبسوط، مبسوط جدا. يعني احكي لي على طبيعه شغلك. مدرس كمبيوتر ساينس. هو انا خريج حاسبات ومعلومات، وتدرجت خدت في الماجستير والدكتوراه، ودلوقتي شغال مدرس بقسم علوم الحاسب في فيوتشر اكاديمي، متخصص في مجال البرمجيات، وده اللي انا حابه جدا يعني. والحمد لله كل مجالات الكمبيوتر ساينس الحمد لله ملم بيها بشكل معقول. يعني ايه رايك في اداء وسط البلد؟ المشكله فين؟ تعاون، وخايفين، خايفين، ويعني خايفين جدا. ناس مرعوبه. باين عليها. وسط البلد الفقره اللي جايه هتعتمد على السرعه، محتاجين ناخد القرار اسرع من كده ان شاء الله. فريق الوعد عندنا تغيير، احمد حسن نزل مكان ايهاب حمدي. ازيك يا احمد؟ اهلا بحضرتك. احكي لي شعورك ايه؟ سعيد جدا بالتجربه، وبرنامج يعني متميز جدا، الواحد كان بيحب يتفرج عليه على طول. يعني ايه رايك في اداء الوعد؟ لا ممتازين طبعا. فوق ال احمد حماد متالق، الجوكر بتاعنا. الجوكر. ولاد العم متالقين. الحمد لله. طيب فريق الوعد، ادائكم الحقيقه حلو جدا في الفقره الاولى، بتمنى لكم كل التوفيق. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفة. فقرة المعرفة، أربع أسئلة واحد لواحد، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اتنين معايا إيناس ونورهان، نورهان وإيناس، وسؤال في المعلومات العامة بعشر نقط. معلومات عامة، والسؤال هو: راضية الحداد هي أول امرأة تحصل على عضوية البرلمان بإحدى دول شمال إفريقيا عام 1959، فما هي؟ في دولة إيه؟ أول برلمان اتأسس في الدولة دي واستمرت لحد سنة 1962، كانت بتساعد في الأعمال الخيرية والتطوعية، كانت رئيسة للاتحاد النسائي القومي. المغرب. المغرب، إجابة خاطئة. أطلق اسمها في 2015 على قاعة الجلسات العامة. في إجابة؟ تونس. تونس، عشر نقط مخطوطة كده ليه؟ إجابة صحيحة. تونس الإجابة صحيحة، عشر نقط بكده. وسط البلد 30، الوعد 70، أشرف رضوان وأحمد حماد، أحمد حماد وأشرف رضوان. رياضة، والسؤال هو: من هو أكبر لاعب من حيث السن سجل هدفا في الأدوار الإقصائية بالمونديال حتى عام 2022؟ كان عنده 39 سنة و283 يوم بكأس العالم الأخير في قطر 2022. إجابتك؟ فالنسيا. فالنسيا، ده لاعب منتخب الإكوادور. للأسف الشديد إجابة خاطئة. في إجابة؟ كانت المباراة بين البرتغال وسويسرا وانتهت بنتيجة 6-1، طبعا نتيجة قاسية جدا على أي فريق. 6-1. بيبي. هي الحقيقة صح، بيبي فعلا، ولكن طبعا خدت فرصتك وعرضك. تفضل. كيبلر، بيبي. سؤال الثالث في التكنولوجيا، مصطفى وأروى، أروى ومصطفى تفضلوا. النتيجة 70-30، وطبعا يا مصطفى عايز تحسن النتيجه، خلي بالك بقى ان شاء الله، ده راجل بتاع تكنولوجيا. جايبني في المكان الغلط. تكنولوجيا، والسؤال هو: في اي دوله اسيويه
يقع المقر الرئيسي لشركة البرمجيات كاين ماستر. اتأسست في 2002، متخصصة في صناعة الفيديو والمونتاج، مش في اليابان ولا مش حاضر أكمل خلاص. حد داس على البزر بيحصل بوز. تمام خلاص. إجابتك الصين؟ ولا الصين تقولك ولا اليابان ولا الصين. لو استنيتي ثانية واحدة. إجابة خاطئة. ولا اليابان ولا الصين. إجابتك ماليزيا. ولا ماليزيا، في شرق آسيا. أرضك. إجابة خاطئة. مين بقى؟ هتبقى طبعاً كوريا الجنوبية في سول. سؤال الأخير واحد لواحد، نهلة وأحمد حسن، أحمد حسن ونهلة. قدرات ذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية: 14 في 16 على 32 في 7 يساوي كام؟ لو ركزته ما ياخدش 3 ثواني. 14 في 16 على 32 في 7. إجابتك واحد. إجابة خاطئة. في إجابة؟ 6. أقول أي حاجة، أنا ما حلتهاش لسه. دوس على البازل. 6. بصوا، 16 على 32 فيها النص، 14 في نص بسبعة، 7 في 7 49. أسهل ما يكون. لو قسمته الأول ما ياخدش منكم 3 ثواني. طبعا أحمد حسن 6 رقم العظيم الجزافي العشوائي. العشوائي. إجابة إيه؟ خاطئة. لا طبعا إجابة مضحكة. يعني أنت متخيل إنه وسط أرقام الدنيا هيطلع رقم 6 صح؟ ممكن. عايز أقول لك حاجة، كنت أعتزل فيها على طول. اتفضل. النتيجة في نهاية الفقرة 70 الوعد، وسط البلد 30. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون طبعا أسئلة الفنون 4 أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديل. أسئلة الفنون تعتمد على السرعة، محدش هيستنى حد يقرأ. سينما ومسرح. والسؤال هو فنان راحل قام بدور خيري في فيلم حنفي الأبهة، فمن هو؟ كنت هقول لك بطولة مين وإخراج مين، كنت أحكي لك حكاية. لو قلت غلط هقول برضو. إجابتك هو اسمه خيري برضو. إجابة خاطئة. بطولة عادل إمام، فاروق الفيشاوي، مصطفى متولي، وهدى رمزي، ورجاء الجداوي، ويوسف داود. مين بقى اللي عمل دور خيري؟ اتفضل. مجدي وهبي. طبعا إجابة صحيحة. مجدي وهبي هي الإجابة الصحيحة. 10 نقط مهمين لوسط البلد 40، وسط البلد 70 الوعد. السؤال الثاني أغاني موسيقى. والسؤال هو من قام بتأليف الموسيقى التصويرية لفيلم دعاء القروان؟ موسيقار يوناني مصري. أندريا رايدر. برافو عليك. إجابة صحيحة. ده سؤال صعب. وأشهر واحد. هو أشهر واحد ولكن ده سؤال صعب. طبعا عن رواية الأديب العالمي الراحل طه حسين. نتيجة 80 الوعد، 40 وسط البلد. لوحات ومعالم. والسؤال هو في أي دولة أوروبية تقع كنيسة القديسة صوفيا؟
فرنسا؟ فرنسا؟ إجابة خاطئة. مش فرنسا. في إجابة؟ تركيا. تركيا كان فيها آية صوفية. الكنيسة دي اتبنت في القرن السادس الميلادي في عهد الإمبراطور جستنيان الأول، والعاصمة اتسمت على اسم الكنيسة، عاصمة الدولة دي. أحمد حسن، إجابة خاطئة. بلغاريا. تبقى إيه الإجابة بقى؟ بلغاريا. بلغاريا. لو صبرته كنت هقول كل المعلومات دي كنت هتجاوبه صح. هارد لك. آخر سؤال في الفقرة، السؤال اللي جاي سؤال سهل جدا جدا جدا، ولكن محتاج تركيز وسرعة الاتنين مع بعض. سرعة البديهة. والسؤال هو: كم عدد النقاط في المقولة بالصورة الخير الوحيد في العالم هو المعرفة والشر الوحيد هو الجهل؟ إناس. 15. إناس، هارد لك، إجابة خاطئة. مقولة للفيلسوف اليوناني سقراط، مين اللي هيجاوب؟ أحمد حسن. 17. أحمد حسن 17، إجابة صحيحة. 10 نقط. الوعد في نهاية الفقرة 90، وسط البلد 40. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 40 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب1500 جنيه، بما يساوي 60,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 195,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين.